إن الإرهاب لا وطن له ولا دين، وإن الإرهاب لا يستهدف الآن لا يستهدف رجال الشرطة والجيش، والدليل الجريمة الشنعاء التي أدت بحياة المستشار المرحوم الشهيد هشام بركات. يبقى النهاردة القضية ما أصبحتش معركة مع الجيش ومع الشرطة، أصبحت قضية مع الدولة، قضية لهدم الدولة. الجائزة الكبرى هي مصر بالنسبة لهم. إذن أختم حديثي، إحنا كاتحاد عام جمعيات أهلية يمكن أرينا المشهد منذ فترة ليست بالقليلة، وعملنا مبادرة ونزلنا المحافظات تحت عنوان دور مؤسسات المجتمع المدني في مواجهة الإرهاب، وكان بيتعاون معنا فيها قطاع حقوق الإنسان بوزارة الداخلية. لابد الخطاب الديني، مسألة الإرهاب مش هيبقى لن ينتهي في يوم وليلة، لا، الإرهاب هياخد وقت. يبقى لابد ان احنا نتعامل مع هذه القضية بشكل علمي، بشكل تقني، بشكل يعني